احنا مجموعه من خريجي كليات الاداب قسم الاثار وكليات الاثار والتراث في الجامعات العراقيه. تعرضنا للتهميش من قبل الحكومه ومن قبل حتى الهيئه والوزاره اللي مختصه بالاثار، واحنا تعرضنا للتهميش لها. ماكو اي مؤسسه تقبلنا، لا مؤسسات الدوله، بالاضافه الى هذا حتى المؤسسات اللي خاصه مثلا بالاعمال الحره، مثلا الشركات، يعني تخيل حتى مندوبين انه ما يقبلون لان اختصاصك محدد، يعني هو حدد اختصاصك ما راح تقدر تتوسع. اضافه الى هذا احنا اعدادنا يعني مو ذاك العدد، بس احنا ماكو، بحيث حتى الجيش والشرطه من نقدم عليها هو ما يقبل خريج الاثار لان ما يستفاد منه. يعني احنا فرصتنا الوحيده هي بالوزاره، الفرصه الوحيده انه هي بالاثار. يعني درسنا 16 سنه، اضافه الى هذا كل الزين اصحاب الاختصاص يعرفون شنو معاناه الاثاري وشنو صعوباته وشنو الدراسه اللي قاعد يدرسها، وخاصه بالمواد ايش قد صعبه والمعاناه، وكنا من الطبقه المتوسطه او الفقيره. يعني لازم اكو التفاته، لازم اكو مناشده، رحنا اكثر من مره للوزارة حتى نقابل الوزير، أصلا رفضوا أن نقابل الوزير. قدمنا طلب، سعينا أكثر من مرة. تعرف أنه درجات وظيفية للآثار نهائي ماكو، بحيث هسه أبسط شيء درجات وظيفية انطلقت بديوان مجلس محافظة بابل، هم ما تطرقوا للآثارين ولا يقبلون طالب الآثار أنه يقدم عليها. يعني نهائي ما عندنا فرصة. يعني مثلا بقية الكليات الإدارة والاقتصاد القانوني يقدر يمارس أعماله بغير مؤسسات، يعني أكثر من وزارة قبل أكثر، بس إحنا مشكلتنا أنه ماكو أي وزارة قبلك. يعني المشكلة أنه ما حد يلتفت لك وما حد حاس بيك. يعني بحيث إحنا رحنا المكتب شؤون المواطنين بالوزارة، يعني قلنا ليش هو أكو آثار ببابل، يعني أكو طلاب آثار متخرجين، يعني ما يعرفون إحنا إيش قد عددنا وما يعرفون إحنا متخرجين لو لا. يعني لازم تصير التفات أنه إحنا الناشد باسم الابوه، الناشد رئاسه الوزراء، الناشد الوزير، وامنا به، يعني امنا به هواي كبير باعتبار انه هو اختصاص. يعني لازم يلتفت لهاي الفئه لان فئه مظلومه الى درجه، وفئه ما حد ملتفت لها وفئه ما حد منتبه لها، وضروري جدا انه يهتمون بينا لان الوضع يعني خرج عن المالوف. اليوم نحتاج على مطالبنا، عندنا مطالب، عندنا مقترحات للتعيين. من مطالبنا انه توفير فرص عمل والتعيينات في باقي الوزارات لخريجي الاثار، كذلك نطالب بارفاد خريجي كليات الاثار على وزاره التربيه ووزاره الداخليه والدفاع. ومن المقترحات اللي نطالب بها هو تقليص الفترة الزمنية للموظفين، تقليص الفترة الزمنية للموظفين اللي يعني أكثر من 25 سنة، أو نقللها حتى يكون فرص عمل للشريحة الشباب. كذلك نطالب نحن في بابل تحويل القصر السابق للرئيس صدام حسين في بابل إلى متحف معاصر لجذب السياح، وكذلك إرفاد الخريجي الآثار وتعيينهم في هذا المتحف، وكذلك نطالب يعني نطالب بتعييننا على ملاكات الدوائر العمرانية مثل الطرق والجسور والماء والمجاري وغيرها. هذه الدوائر اللي يكون عندها أعمال عمرانية وأعمال حفر وأعمال إنشاء في مختلف المناطق، وبالتالي يعثرون على مواقع أثرية كبيرة وكثيرة، ولكن لجهل أو لعدم معرفة يتم طمر الكثير من الآثار، وبالتالي هذه خسارة كبيرة للمجتمع وخسارة كبيرة لتاريخنا وخسارة كبيرة للبلد والعراق. ويرجى من الحكومة ومن جميع الشرفاء ومن كل يهمه أمر البلد والنهوض بواقع البلد أن يلتفت إلينا. قسم الآثار يعاني من تهميش من قبل الحكومة، يعني لا دائرة تقبلنا، لا وزارة تقبلنا، لا يعني مهمشين، يعني بالتحديد يعني أي كلية هسه إذا تريد تقدم مثلا فايل أي شيء ما تقبلك أي وزارة، لأن إحنا مهمشين.
فأنا طالب الحكومة والناشد الحكومة والدولة كإحنا يجب أن تكون هناك وزارة لتخصيص عمل يعني وزارة لدرجات وظيفية. الحكومة لا لحد الآن ما قدمت أي شيء، ما قدمت أي شيء. إن كخريجين إحنا قسم الآثار يعني ما تقبلنا أي وزارة، لذلك نطالب الحكومة العراقية من يعني توفير درجات وظيفية لقسم الآثار. مصيرنا المجهول الصراحة، غير مصيرنا المجهول. يعني إحنا كطلاب راح نعاني. يعني هسه ليش فاتح لعد قسم آثار وخابصين بي؟ قال سد القسم وقعدوا سكتوا، لا 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 سوون قسم آثار ولا هاي عليه. من هسه طلاب قاعد تتخرج، يعني هسه إحنا مصيرنا راح يصير المجهول. ما نعرف إحنا، ما نعرف وين رايحين أصلا، صحيح لو لا؟ هاي هسه الطلاب ما يعرفون والله. هسه آيات تسأله يقول لك ما أعرف وين رايحة. ما لازم فلوس تدفع فلوس. من إحدى المتطلبات الأساسية أو لوقفتنا الاحتجاجية هي إنصاف خريجي كليات الآثار والتراث و كليات الآداب قسم الآثار، وبشمولها بالتعيين بوزارتي الدفاع والداخلية والتربية. باعتبارنا متداخل مع وزارة الدفاع والداخلية، كأننا بحيث نكون شرطة آثار أو ضباط آثار للحفاظ على الآثار من النهب والسلب وإلى ما إلى ذلك. أما في التربية نحن درسنا لمدة 4 سنوات التاريخ القديم والحديث، لذلك نحن مؤهلين للعمل كمدرسين. أما اليوم ومع شديد الأسف، اليوم بابل تعاني الكثير من الإهمال، والسبب يعود إلى أن متخذي القرار أو المسؤولين غير مؤهلين للعملية الديمقراطية الجديدة. نحن ثلاث كليات اختصاص دقيق في العراق، في الموصل وفي تكريت وفي الكوفة. هذا الاختصاص الدقيق، ولاحقا في الكلية 4 كليات لكليات الآثار، هذا اختصاص دقيق. أما البقية فيها قسم الآثار موجود في بابل والكثير من المحافظات. لم تنصف الحكومة هذه الطبقة، ولم يتم طلبها للتعيين منذ 2007 حتى. لذلك قبل 2007 كانت نسبة 500 درجة وظيفية. السبب يعود إلى أن متخذي القرار غير مؤهلين للعملية السياسية الجديدة، لأنهم راعوا عقولهم ونسوا عقولهم. أقول ذلك وأنا متأسف، لأن بابل تاريخ، بابل حضارة، بابل اجتماع، بابل علم، بابل حضارة. أقول تاريخ لأن تاريخها مزهر، وأقول حضارة لأن حضارة بابل يعرفها القاسي والداني. معاناتنا أن احنا اليوم نعاني من التهميش وسلب الحقوق، سلب الحريات. ماكو أي قانون، يعني أبسط الحقوق أن لكل وزارة نقابة. للعمال في نقابة، تمام؟ لا مو تمام. للعمال أكو نقابة، نقابة العمال. أما الآثارين لم يوجد لهم نقابة. نحن طالب بنقابة الآثارين يكون مقرها بغداد، ومن ثم لبقية المحافظات فرع أو مديرية للحد من ظاهرة الخريجين، لأن الخريجين وصلوا ما وصلوا إليه. يعني أبسط 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 مثال، المتحدث أمامك قهوتشي يشتغل. تعرف شنو قهوتشي؟ أنا قهوتشي أشتغل، بكالوريوس آثار أشتغل قهوتشي، وغيري يشتغل طواس، مو وغيري يشتغل مثلاً، وأكو ما عندهم شغل، والله أكو ما عندهم شغل، مو يعني أنتم كافي يا حكومة، كافي، صار لكم أكثر من 15 عام، سويتوا، أنتم سويتوا، أنطيني إنجاز على المستوى الخدمي، هاي أنطيني. هسا إحنا ما نريد نطلع عن لمطالباتنا، هسا أبسط شيء بابل صرف عليها أكثر من 100 مليار للمجاري، للصحة، من غير كل المواضيع، لا خدمية، لا اجتماعية، لا ثقافية. لم يحقق المسؤولون في بابل أي خدمة اتجاه محافظتهم. اليوم احنا كآثارين مثقفين، أبسط الحقوق، مدير آثار بابل يمنعنا من الدخول للوقفة الاحتجاجية، لم يكن عنواننا حتى تظاهرة.
كان عنوان وقفة، هذه المجموعة هو وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق المسلوبة من قبل مدير آثار بابل وغيرهم وغيرهم وغيرهم. أنا من خلال وقفة الاحتجاجية اليوم أبرز نقاطنا مطالبة بدرجات وظيفية. الحقيقة إحنا هذا الخاص يعني هذا الاختصاص غير يعني غير مقبول فيه يعني، أو يعني ما أكو اهتمام أو ما أكو اهتمام به كلش، وخاصة يعني شو نعاني بالدوائر الدولة مؤسسات الدولة بأنه يعني اختصاص مثل ما نقول يعني نحس أو مو اختصاص، يعني لازم إلا اختصاصنا. فيعني احنا نطالب الوزارة نعم احنا نطالب الوزارة بين تكون يعني مهتمة هذا القطاع، ونطالب الحكومة إذا بقت يعني لين الاقتصاد الريعي فقط عنا فضل لأن دول بقت الدول العالمية الدول النامية الدول العربية والدول النامية اقتصادها الأول على السياحة، يعني يعني يكفي الدولة أن تعتمد على الاقتصاد الريعي فقط النفط، أن تفعل قطاعات السياحة وقطاعات الصناعة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة، يعني كفى اقتصاد ريعي كفى. يعني أكو فد ظهر أن حتى يطلب حقنا، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، الحقوق تؤخذ ولا تعطى. فإحنا إلى متى أقول يعني إلى متى؟ فإحنا راح نصعد من مطالبنا أكثر وأكثر، وراح بحصر أكثر من مكان، وإن شاء الله يعني إذا فعل الأمور خرجت يعني وما تحقق أي شيء إحنا سنقيمها في الخضراء، سنقيمها. السلام عليكم. أولا إحنا خريجي طلاب قسم الآثار جامعة بابل وكافة جامعات العراق، إحنا اليوم حضرنا وقفة احتجاجية من أجل حل مشكلتنا، واللي هي يعني كم مطلب. المطلب الأول تعيننا، إحنا كخريج طلاب الآثار إحنا أصبحنا مهمشين، لأي دائرة نضرب أبوابها يرفضونها تنسد بوجهنا. ليش؟ والله هذا القسم ما مطالبين به. ليش ما مطالبين به؟ يعني إحنا درسنا 16 سنة، درسنا وتعبنا وسهرنا حر وبرد، وتالي نقعد ونسكت في البيت. ليش الحكومة لعد وزارة التعليم العالي ليش فاتحة الكليات؟ كليات الآثار ليش فاتحة؟ ليش إحنا انظلمنا؟ يعني أنا كان ببالي أكمل ماجستير، تالي قعدت وسكت بالبيت، لأن حتى لو هذا أدرس وأتعب وأخسر من جيبي تالي راح أماتني قاعد أسكت. ماكو اهتمام عندنا للطلاب الآثارين. ليش يعني ليش ما يساوون كبقية الكليات؟ يعني مثلا التعيينات يعني هاي مثلا التربية والبقية الأقسام، ليش مثلا كل سنة أو كل ما توفر درجات وظيفية هم لهم حق، ليش إنه ما لنا حق؟ الله أعلم. هو الشيء أكيد هسه أنا إذا منتمي الحزب أنا أتعين، بس إذا ما منتز يعني منتمي الحزب شيء أكيد أنا ما أتعين. الفقير إلى الله، يعني أنا حالي حال العشرات من الطلاب يشتغلون عمالة، أنا واحد من الطلاب أنا أشتغل عامل يعني يوميته 25,000، يعني أشتغل يومين وتالي أقعد مثلا شهر وتالي. هاي وضعيتنا إحنا الخريجين، وماكو أي اهتمام لا من الحكومة ولا من أي جهة. وإحنا جينا اليوم نطالب حقوقنا، هي أبسط شيء، يعني التعيين، توفير درجات وظيفية حالنا حال البقية، وتحويل قصر صدام إلى متحف فطني يجمعنا إحنا، حتى يجمعنا يعني إحنا نتعين نكون مثلا أي يكون عندنا مكان زين، يعني نحصد ثمرة جهدنا بتعيين. يعني 16 سنة درسنا وتعبنا تالي نقعد ونسكت، والدور يعني يستهزئون بينا، نقول له خرج قسم الآثار يستهزئ بينا. ليش الاستهزاء من قبل الحكومة والكل هي تستهزئ بينا؟ نطالب بتفعيل قانون هيئة الآثار والتراث سياحة فندقة واستحداثه واسترجاع انما الوزارة تكون الحالة وزارة السياحة والآثار وليس اتصال بالثقافة، لأنه عند اتصال بدمجها بالثقافة شو نقول صار فد تعاملها مو صحيح وظلم هواي ناس. تفعيل قانون هيئة الآثار والتراث سنة 2002 وإحياء برنامج باب التراث العالمي هذا موفر درجات وظيفية، واستخدام قصر صدام لتحويله إلى متحف حضارة تراث، وتفعيل قانون التنقيب
المواقع المكتشفة اللي هي ما يقارب 16,000 موقع آثاري يساهم بتشغيل الأيدي العاملة المخرجين ومنقبي الآثار والتراث. خرجنا ولم نجد فرصة للعمل في القطاعات حتى الخاصة، فأنا هسه أشتغل كابتن عصائر في مطعم ماركو بالحلة، والكثير من الخريجين كذلك، يعني هذا اللي يشتغل قهوتشي مثل ما تفضلوا بعض الشباب، هذا اللي يشتغل عامل بناء، وهذا الشيء يأثر بالنسبة يعني كأماكن سياحية تحتاج طاقات ولا بس تخصيص لهم فد. أي نعم، على الأسف انتقلنا من مرحلة بناء الوطن إلى مرحلة بيع الوطن، كل مو بس الآثار حتى الهندسة هم قاعد، فأكو معاناة للشريحة الطلاب، تخرج آلاف طاقات وعدم تخصيص لهم مكانات هذا. يعني أنا أعرف والدي كان يقول إذا تخرجنا منا أصلا الدولة هي تبحث عنك، تريدك لازم تتعين زين، فالآن ما موجود هيك شيء، كل ما هنالك نعم الدولة مش مشغولة، مشغولة يعني مع الأسف، يعني مؤتمرات مهرجانات، بالإضافة إلى أنه يعني مع الأسف ماكو أي تخصيص، ماكو أي التفاتة، ماكو هيك شيء. يعني إحنا خريجين قسم الآثار نطالب بتوفير فرص تعيين، لأن إحنا بأي مجال ما يقبلونا، أبسط شيء الروضة يعني ما قبلونا لأن خريجين آثار، نطالب متوفرنا فرص تعيين ان احنا الطلاب، لان بقيه الاقسام كلها تتعين بس احنا قسم الاثار بالاخص ما حد يقبلنا، نطالبهم توفر فرص لنا تعيين ويسوونا نقابه، لان احنا نختلف عن بقيه الاقسام، اي شيء ما عندنا ما نقدم، يعني حتى على التربيه ماكو اي، لان قسمكم اثار طبعا ماكو انصاف، لان احنا من 2012 لحد اليوم اي فرص تعيين ما جت للاثار، اي درجه وظيفيه ما خصصوها لنا طبعا، العاديه بقيت الاقسام اكثرتهم دا يتعينون من جوا، هسه احنا عندنا طلاب ويانا عندهم ماسطات، راحوا لبغداد سووا وش اسمه واسطه، حولوا من الاثار سووا مدرس تاريخ، ولين عنده واسطه ومعارف وكملوا سووا مدرس، هسه احنا تخرجنا يعني بحساب 16 سنه من عمرنا، يعني 16 كلها دراسه كلها تروح بالشط، ماكو اي فرصه ان احنا نطالب التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طالبه شهد علي جواد، خرجت اثار قبل سنتين تخرجت، والله دن طالب فرص عمل، احنا جايين اليوم ماكو اي حكومه اي دائره حكوميه تقبلنا، هواي راجعت هواي قدمت، تربيه مدى تقبلنا، روضات مدى تقبلنا، اي دائره حكوميه متى تنصف ويانا يعني احنا كقسم اثار، نحن نريد الخريجين اللي يوخرون دول التصنيع العسكري شنو، والنسيج التصنيع العسكري شنو خاليهم بصفتهم، شنو خاليهم، احنا اولى من عندهم، يعني خاليهم بالاثار شنو، احنا النسيج شنو خاليهم الموظفين، احنا اولى بال يعني بالاثار، نريد نقابه نشكلون نقابه للاثار، أريد فتح متحف قصر صادام ينفتح متحف إنه اليوم كل شيء يعني ما نحصل شيء، معاناتنا نعاني هواية، إحنا بنات أريد نعاني أهاليتنا شوية يعني نخلي لهم راتب لهم، إحنا نستفاد من إنه شوية نرفع معنوي نفسنا، نريد شيء يعني نريد اليوم جايين نطالب بشيء يسكت يعني صدق يحققون شيء، مو هيك بس كلام، ما نريد بس كلام، لان كافي تعبنا احنا الدفعه من 2012 لحد هسه كل شيء ماكو اليوم جايين الظاهر قبال ما دخلونا قبال البوابه ما دخلونا اي، فوالله هاي بعد يمكم واحنا نطالب اي احنا قبالهم، احنا المفروض كوزير السياحه قال المدير مال الاثار قال اعطانا اذن دخول قبال البوابه، هسه شو من اجي انا صار اختلف الحكي بعد ما اعرف. يعني احنا خريج الاثار نريد يشوف لنا فرصه،
فرصة العمل، فرصة تعيين. يعني احنا حتى بعقود ما حد يقدر يقبل عينة، حتى بعقود راح سألت على عقود شنو خريج آثار، لا ما يتقبلوه. يعني ليش؟ يعني خريج الآثار ما درس مثلا، ما تعب، ما فتح كتاب، ما قرأ، هم شنو بتفكيرهم؟ تفكيرهم احنا ما دارسين، يمكن احنا الدراسة اللي ندرسها يمكن بالطبيعة ما يدرسها مثلنا، يعني هاللغات وبكل شيء وكل شيء صعب. يعني هسه بتشذا بجينا احنا هنا مظاهرات، اخذنا البوابة عشتار موافقة، نروح من بوابة عشتار رجعونا للمنتجع، من المنتجع البوابة عشتار، حتى ما يقبلون، ما يقبلون الموافقة من مجلس المحافظة قوة حصلناها احنا البارحة. يعني ليش؟ على ها مظاهرات، ها بها مطالب، حاربونا حتى بالمظاهرات. يعني هسه ابسط شيء، خلي يشوف الولد، خلي يصور، ابسط شيء اجت سفرات من بغداد يطببوها، هاي سفرات من بغداد، احنا جينا مظاهرات لا موقفينا برا باب بوابه بالبوابه. ليش؟ يعني هو اختصاصنا احنا اثار، هو احنا اصلا لازم نطب هنا، ابد ما اصفت الحكومه. يعني الحكومه ناصفه ويا كل شيء، ويا حتى اللي خريج اعداديه، يعني مجلس محافظه بابل يطلب خريج اعداديه، يطلب خريج متوسطه، تصنيع عسكري، معاهد، كل الاقسام موجوده، كل الاقسام موجوده، ونشرناها احنا، نشرناها على البيجات ونشرناها حتى على صفحه الوزاره. يعني احنا ناشد دكتور عبد الامير، خلي يشوف لنا حل، خلي يشوف لنا حل. يعني هسه احنا هو دكتور نزيه واختصاصه آثار وسياحة، وصار هسه بهالمجال احنا قلنا راح تفتح لنا، يعني قالوا اكو 200 درجة وظيفية بس وينها؟ خلي يطلقوها على، والله قالوا اكو 200 درجة وظيفية. رحت انا للوزارة ورحت للهيئة مال بغداد، قابلت هناك دكتور قيس مدير الهيئة، قال احنا اعطونا 200 درجة وظيفية بس بعد لسه ماكو، قال كانت المقابلات يمنا بس ها خلوها على الانترنت لان صار بيها واسطة. هو هسه بعد بس الواسطة، هسه بعد بس العرف، اللي ما عنده عرف هاي يقعد ويسكت، كل شيء ماكو. يعني هسه انا متزوجة وعندي اطفال يعني وكل هالدراسة وهاي، قال رجلي ها زوجي انت مو قلتي دراسة وهاي عم بعدين تعين، وين التعين؟ يعني احنا قبنا حتى الحكي قبنا نحصله منا من الاهل على تدرستوا وانتوا هيك وانتوا هيك وخبصتونا وريد نكمل وهاي اثار. يعني هو الاثار هو يعني باقي الاقسام، باقي الاقسام يعني مو مثل الاثار مهمه، باقي الاقسام هي مثل التكنولوجيا، يعني كلها قامت تعرفها على الحاسبات وعلى الانترنت، مو مثل الاثار. بالعكس الاثار ما حد يعرفها غير بس اللي يدرسها، بس اللي يدرسها يعرف شنو معنى الاثار وشون صارت وشون بدت. يعني ناشد احنا الحكومه خلي يشوفون حل. واحنا اليوم يعني طلعنا مظاهرات، يعني مطلبنا كلش بسيط، يعني حالنا حال الدول، حالنا حال الطلاب اللي يتخرجون. يعني احنا نريد تعيين، ما طالبين شيء هواي، لا طالبين فلوس من عندهم ولا طالبين قصور، اللي هم يعني الحكومه اللي قاعدين بقصور وحايرين بس بالفلوس وبمجلس النواب النهار كله بس يصوت ورفعوا ايديكم ونزلوا ايديكم. احنا نريد منها يعني من عندهم الرئيس الخاص بالاثار، نريد يعني احنا تعيينات خاصه بينا، احنا يعني تخرجنا وتعبنا وما حد يعني قدر جهودنا، يعني ماكو احد اهتم لنا ولا حس مع صوتنا. يعني وانا احنا من الاوائل الثالثه على القسم، يعني باقي الكليات كليه القانون الثلاثه الاوائل، يعني تخرجوا مننا هم تعينوا بسرعه بكليتهم، بس احنا ماكو. يعني حتى الاوائل منبوذين، يعني احنا قسم منبوذ ما له لا كلمه ولا له مكانه يعني بين الكليات. واحنا تعبنا، يعني دراستنا كلها صعبه وعانينا هوايه، واحنا نريد ثمره تعبنا، يعني ما نريد اي شيء من عندهم. يعني حتى نروح للروضات ما حد يقبلنا، نروح للتربيه ما حد يقبلنا، حتى على قسم التاريخ احنا يعني باعتبار تاريخ درس تاريخ العراق ما حد يقدرنا. يعني وين ما نروح يقول انتوا اثار، وحتى مرات لو يضحك لو في شيء شو تدرسون، يستهزئون بينا. يعني بعد ما اعرف احنا هاي الخلل منين؟ اي طبعا من الحكومه، موازنة ما تتخصص لنا درجات وظيفية. يعني احنا اعدادنا مو ما صرنا مثل التربية الاف متخرجين، احنا لا اقل الدرجات الوظيفية نتعين كنا، يعني هسه احنا يمكن 500 طالب او اقل، احنا مو هواي يعني. ويعني اكو هواي دوائر، يعني خلونا بالاثار، ليش اهل النسيج اهل التصنيع العسكري هم شنو يعني دخلهم بالاثار؟ هم وين واحنا وين؟ يعني احنا اولى من عندهم، لازم يخلونا احنا مكانهم. طبعا هي المسؤوله، احنا باعتبار ابنائهم سيقبلون ابنائهم يتعين، يعني يظلون هيجي بدون ابنائهم كلها بالخارج وكلها يعني بفلوسهم. يعني احنا يعني المعنده من يعطي 85 ورقه حتى يتعين، كلها بالرشاوي، يعني كلها رشاوي هسه. اي والله يعني العده رشوه، العده يعني واسطه يروح يتعين، بس يعني المعده وين يروح؟ احنا خريجين اثار، اليوم طلعنا وقفه نطالب بتعيينات، نريد تخصيص درجات وظيفيه. بعد عليش احنا عليش الدوله فاتحه اقسام مال اثار وهي ما معينه من سنه 2012 لحد الان.
تروح للمؤسسات مال الدولة ما تقبلك، جيش ما يقبلوك، شرطة ما يقبلوك، شركات أهلية بس يسمعون بك آثار يقولوا لك مريدك وحقك، لأن أنت دراستك ما 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 لها علاقة بباقي الاختصاصات بس الآثار. زين الدولة تقول إحنا نريد نبني الاقتصاد مالتنا، زين أنت شلون تبني الاقتصاد مالتك وأنت معتمدة بس على النفط؟ هاملة السياحة، هاملة الآثار، هاملة الزراعة، هاملة الصناعة، كلها هاملتها وتريدين تبنين الاقتصاد مالتك، شلون يعني شلون هاي الدولة شلون جاي تتصرف؟ ما حد يعرف. زين احنا على من درسنا؟ خب خيسدون اقسام الاثار خيسدوها ويفتحون بس طبية ونفط، لان بدنا تعيين المركز، اعداد الطلاب 16 سنة تدرس دراسة وتعب على شنو؟ عيوننا وقعت بالقاع من وراء الدراسة، وبعدين يقولوا لنا انتم ماكو تعيين، ماكو اختصاص، يعني حتى ذا فتحوا تعيينات على مجلس محافظة اي اختصاص للاثار ما موجود، يفتحون على الشرطه ما يريدون اثار، يفتحون على الدفاع ما يريدون اثار، زين ابو الاثار وين يروح؟ يعني الجامعات خرج يروح يشتغل عماله يرجع؟ قاعد على شنو هو درس؟ خيس الدواء حتى الطلاب يروح من صغره يروح يعني من السادس يروح يشتغل غير شغله، شوف له غير شغله، خيس الدواء حتى الطالب يعرف وين يروح؟ التصنيع العسكري بدال ما يرجعهم على التصنيع العسكري يفتحون معامل هم والنسيج، رجعهم حتى يستفادون من عندهم جابوهم على اثار، يعني اخذوا اختصاص الاثار. يعني هسه هم ما يستفادون، ابو التصنيع العسكري شو مفهمه بالاثار؟ ابو النسيج شو مفهمه بالاثار؟ غير يخلون ابو الاختصاص، المرشد السياحي غير ابو اثار يخلون، المواقع الاثريه غير يخلون عليها اثار، مخلين تصنيع عسكري ومخلين ابو النسيج، زين ابو الاثار وين يروح يعني؟ اذا هو حتى اختصاصه يعني المكان اللي لازم يتعين به هو خلوه من غير اختصاص به، زين ابو الاثار وين راح يروح بهالحاله؟ وين راح يروح؟ فاحنا نطالب من الوزير عبد الامير الدكتور عبد الامير انه ايجاد فرص عمل او درجات وظيفيه لطلاب الاثار، لانه ما هو بس الاثار تقدر تتحمل ابو الاثار. فاحنا طالب من الدكتور عبد الامير زيد انه يشوف لنا درجات وظيفيه احنا طلاب الاثار. اهم القطاعات في جميع دول العالم، قطاع تشغل الصناعه والزراعه والنقل والاتصال وكافه القطاعات الاخرى. الاقتصاد يعتمد على السياحه فقط، اما النفط لا ما يعتمد على الاقتصاد. السياحه تشجع او تزيد من ايرادات الاقتصاد للدوله وتزيد من الدخل القومي للشعب. السياحه اليوم متهمشه تهمش كبير، 1500 موظف من معمل النسيج تم تحويلهم على السياحه. اليوم هيكليه السياحه مو من ذو اختصاصين، من اعلى الهرم الى اصغر موظف ليس باختصاص السياحه. السياحه لا تحتاج الى ايرادات ماليه، السياحه تحتاج الى بناء هيكليه موزونه يراسها مسؤولون مختصون في مجال السياحه. اليوم السياحه عندنا قوانين ما جاي تتفعل، يعني من ضمنها هذا القانون ذكر في تعليمات رقم 4 لسنة 1991 شروط خاصة بإجازة تنظيم شركات ومكاتب وكلاء السفر والسياحة، مادة 2 يقصد بعبارة أن يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة من ذوي الخبرة فيما الموارد في فقرة الثانية من المادة 6 من القانون المذكور توفير ما يلي: أولا أن يكون حسن السيرة والسلوك، ثانيا حيازته على شهادة في مجال السياحة والفندقة لا تقل عن مستوى دبلوم، حيازته على مجال شهادة. اليوم الشركات كلهم ما عندهم شهايد، 320 شركة في محافظة بابل هم ما عندهم أي شهادة، مجرد خريج ثالث ابتدائي، خريج ثالث متوسط، خريج سادس اجي افتح له شركة وماكو ما حد يحاسبهم. هاي شركات غير مجازة، 320 شركة غير مجازة في محافظة بابل، لماذا لا يتم محاسبتهم؟ زين احنا خريجين ليش ما يحق لنا نفتح شركات سياحة الا خبرة؟ زين حاسب الشركات الما مجازة، 320 شركة، هذا تدري يعني فوضى في دائرة سياحة بابل. لا طبعا يعني من الجانب الحكومي جميع الأقسام الأخرى توجد هناك فرص عمل وفرص تعيينات، أما قسمنا الآن يعني إحنا خريجين من سنة 2014 إلى الآن لا توجد أي فرص، يعني الآن في محافظة بابل بالتحديد أعطوا يعني بهذه السنة 2019 للحدث في الاستحداث درجة وظيفية، وهذا يمكن يعني درجتين إحنا عندنا خريجين لأربع سنوات لما نصير عندنا يعني في شيء قليل جدا.
ممكن احنا نطالب بالتعيينات. اذا تقول الدولة انا ما اقدر اعين هيك شيء، احنا نطالب بمجال اخر، انه تجعل للشركات السياحية او الفنادق السياحية او اي مشروع، اي مشروع تابع للمجال السياحي، ان لا تعطي لاي شخص لا يحمل الشهادة يفتح مجال سياحي. يعني الان احنا بالنسبه للمزارات اذا انتم تقولون مو اكو مزارات، المزارات ممكن المزارات الان المزارات ممكن مستخدمتها او المسيطر عليها الهيئات ولا تقول يعني جميع المزارات تقول انا الموظفين بها الموجوده على الهيئات ليس تابعه لمجال الدوله، لكن احنا ممكن عندنا فرصه عمل اخرى، يعني مو فرصه كبيره جدا انه نطالب يعني هسه الاماكن المقدسه انه ما لها علاقه الدوله مو يعني هسه اذا كانت مفرضا خلينا نعتبر انه العتبه او شيء ممكن هي اللي تعين، مو مجال على التقديم على الدوله وتجد فرصه ان لهذا المجال او نحصل على تعيين من هذا المجال، ممكن اذا تكون على العتبه او شيء للمجال او المخصص بالعتبة الدائرة لهذا المزار. أما إحنا مطلوبنا ممكن أن تكون مطلوب يعني شرعي وشيء قانوني أن تجعل جميع المواقع السياحية سواء كانت فندق سواء كان مشروع سياحي شركة سياحية أن لا يفتح هذا صاحب الشركة إلا أن توجد لديه الشهادة، يعني حال المجال في مجالات الأخرى. إحنا خريجي كلية السياحة لدينا خبرة كبيرة ممكن ودارسين عن كيفية يعني عن إدارة السياحة كيفية الشركات السياحية بصورة عامة، لكن هسه تروح الى شركه سياحيه يقول لك انا مو بحاجه شهاده. زملائي اتطرقوا لعده مواضيع بس اكو اضافه ما اتطرقوا لها، يعني احنا اكو بلدان ناميه جدا يعني عمرها ما يتجاوز 100 سنين وتحتفظ باثارها ومهتمه باثارها، يعني احنا اقدم بلد على وجه الارض من ناحيه الاثار والمقتنيات الاثريه، المفروض الدوله والهيئه العامه للاثار تهتم بهيك مواضيع وتعين هاي الشريحة المهمة اللي يعني اكو اشخاص انتسبوا للاثار هم مو اثاريين، فهذا انه يعني احنا ما ننطي حقه، ما راح يعرف من ناحية حماية المواقع الاثرية طريقة النبش من يشوف الانسان معين ما راح يهتم به، من اللي يهتم به؟ ابو الاثار اللي دارس هاي المواقع واللي يعرف حق المعرفة راح يهتم بها اكيد. وإضافة إلى يعني أنه التعيينات توقفت من سنة 2012 والحد الآن دفعة وراء دفعة تتخرج وقاعدين، بالنسبة للمحاضرين يعني المحاضرين ما راح تقبل الآثار، تقول لك كلية آثار ما نقبل المحاضرين، وزارة الدفاع والداخلية ما قبلتنا، يعني بكافة وسائل الدولة مهمشين، أي دارة تروح لها خريج الآثار ما مقبول، فقط إحنا تعييننا بالآثار. ويعني اذا ما وزاره السياحه والاثار وجدت انه عمل الاثارين يعني احنا نقعد ونصفط بالبيت بعد دراسه 18 سنه وتعب ومعاناه وسهر، هذا هو. اكيد 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 الحكومه اليوم ما مهتمه باي جانب، مو فقط بالاثار، اي جانب من الجوانب ما مهتمه، والدليل انه يعني اهمهم مصالحهم والكتله الاكبر والكتله الاصغر، وبالتالي احنا ضايعين بها محاصصه وكذا ومحسوبية ومنسوبية، والطلاب باقي أنه لا تعين ولا فتشي. مشكلتنا الأساسية هي صارت لما دمجوا وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة، هذا أول جرم صار بحقنا إحنا كخريجين آثار وكخريجين سياحة وآثار، يعني كأنه صرنا عبء على هاي الدولة. المشكلة هي هيكلية هذا القسم، يعني هسه لما تجي جامعة بابل تلقى قسم آثار منطوي جوامن جوا كلية آداب قسم آثار، تروح لبقية الجامعات تلقاها كلية آثار، تروح للموصل تلقاها كلية آثار بشغل عملاق، تجي جامعة بابل أبسط المقومات ما موجودة بها. أنا درست بجامعة بابل سويت 6 سنوات، على مدار 6 سنوات ما طلعت موقع تنقيب، هاي هو واحدة من الأولى المشاكل. إذن هو قسم مهمش، أنت بعد ما تتخرج يحيرون بيك وين يودوك. المفروض من البداية كقسم ما ينضاف تحت الانسيابية، وأساس هذه المشاكل هو عدم وجود تنسيق بين وزارة التعليم وبين وزارة الثقافة اللي صارت هسه، وسابقا كانت وزارة السياحة وآثار. يعني هسه أبو الصيدلة من يتخرج من الصيدلة أكو حقه موجود وين؟ بوزارة الصحة. أما خريج الآثار لما يتخرج اذهب أنت وربك فقاتلها إلك، بعد أنت دور تعيينك بواسطتك، أنا حتى قبل أيام مساوم على تعيين تنظام جويد فئة تحصل ما اريد نجيب مسلم تعرفوها الفئات ومعروفه قدام العلن، يعني طبعا تنضم لهذا الحزب تبقى انت بالمكتب على مدار اسبوع زمان، تجيب شاي للحجي تجيب ماي للحجي والله بالخير، وحاط فايلك وياه تجي تستقبله وخلي فايلك وتمشي امورك.
انا على التربيه قدمت معلم مجاني، حاروبية خريج اثار، يقول لي وين اخليك؟ ابو التربيه يقول لي وين اخليك انت خريج اثار؟ يقول لي طيب انا جاي ارد اقدم لك، المنهجيه بها غلط. يعني بالخامس ابتدائي الله يقولوا له شنو اثار بابل، بالخامس ابتدائي الله يقول له شنو حامورابي، وحتى المعلم اللي واقف يدرس اجتماعيات ما عنده معلومه كافيه. كقسم هيكليته من الاساس هي غلط، من الاساس هي غلط، الماده الاثريه ما موجوده. انا وصلت طبيت قسم اثار يلا عرفوا شنو الاثار، وقفوا الاستاذ مالتي استاذ دكتور احمد مجيد من رسم المسامير قمت افر باذن ايش يسوي، ما عندنا كل معلومه عنه. فاساس المشكله والخطا الاساسي هو تحويل قسم الاثار وقبول اقسام الاثار هي موجوده بالانسيابيه الى قسم هوات، يعني حاله حاله ابو التربيه الرياضيه، حاله حاله ابو التربيه الفنيه، تقديم خاص يصيحوا له. يجي انت تحب الاثار، عندك معلومه على الاثار، روح قدم. مثل ما يجي واحد يحب الرياضه روح يقدم عليه من على كليه الرياضه، مثل ما واحد يحب التربيه الفنيه روح يقدم عليه من على التربيه الفنيه. بس انا خريج اثار يجوا وحشروني وين؟ قسم الاثار، انا علمي 75 معدلي. وانقبلت مو ترفعا ولا تعالي، بس انا مكان بغير مكان، وبالتالي هاي النتيجه. طبيت القسم الاداب مجبر ابقى، يعني صارت هي اسقاط فرض، انا وصلت لازم اكمل بكالوريوس. وعانيت ما عانيت بها، لانه ما اقول ما احب هذا القسم وانما ما مؤهل له. عمي اريد يطلع لنا واحد يحكي، واحد ناخذ منه حكايه، وزير، محافظ، مدير اثار، اريد واحد يطلع يحكي انا يعطينا حكايه. لا عندهم حكايه ولا نصدق بهم، كلهم كذابين. ياهل الروح له يطلع لك ألف عذر، ياهل الروح له يشمرك على غير ناس. الروح الوزير الآثار يقول يم وزير المالية ما يخصص لكم فلوس حتى تعينون. الروح الوزير المالية يقول وزير الآثار ما يعطيني درجات وظيفية. نيجي هنا نعتصم نريد نطب جوا نعتصم، أبو مفتشية الآثار ما يقبل. يا بل ليش ما تقبل؟ عندنا اعتصام، شنو راح نخرب؟ راح نبلش؟ لا والله ليش، لأن عنده سواح جايين جوا حتى يستفاد منهم فلوس كله بالجيب. تدري أنت جوا، تدري جوا أنت أكو بس موظفين اثنين ما سياح، وكم باصجة؟ كانوا 15 باصة سطب على مد، ومو اختصاص هم للعلم، يعني زيدك من الشعر بيت هم مو اختصاص، وموظفين اثنين جوا حايرين بيهم. زين ذول شلون راح يعرفون يشرحوا لهم؟ شلون راح يعرفون ذول هذا شنو، هذا المعلم شنو؟ شلون راح يعرف؟ زين شلون راح يحير بهال 15 باص هذا شلون؟ هذا ليش؟ تدري ليش؟ لان حتى الفلوس الزايده كلهم بجيبهم، بجيب مفتشية الاثار ما اعرف وين، المهم بجيبهم. ملايين تطب لهم كل جمعه، ملايين تطب لهم كل جمعه، يجيهم سواح كل اتفاق الشركات اهل يد يجيبون لهم فلوس. وين فلوس؟ وين هذا قصر صدام مهجور كله شخابيط وكتابات وكوهاجري؟ نروح نقدم طلب للمحافظ والمفتشية مال الاثار، خلي حولوا له متحف. ابو مفتشية الاثار ما يقبل، ابو المحافظ ما يقبل، كله مصالح بيناتهم، وناس تريد هيك وناس تريد هيك، واحنا واقعين بها الطلاب. على اي ذنب؟ حكومة مخربطة ابويا، حكومة ما تصير لها كل شارة والله، حكومة اذا ما تتبدل من ساسها راسها، وحتى لو يجب اختصاص همين راح يجر بالطول وبالعرض، حكومة ما تصير لها شارة، الشعب تعلم على فشي مخربط. خوش، احنا هسه طالعين ابسط شي مظاهرة هنا اعتصام، مو مظاهرة والله، لا هتفنا لا سوينا، ما خلونا نطب. وابو مفتشية الاثار يوصل امن اللي بالبرا يقول لنا خلوهم يطبون، ليش؟ ليش؟ يطلع هسه هو يطلع يحكي لنا يقول لنا ليش؟ ما يقدر، لان السواح قبل طبوا جوا فلوس، من يعوف الفلوس؟ من يعوف المنصب مالته؟ ما حد يعوفه. اخوي العزيز احنا اليوم الحرقه تاكلنا اصلا، لان احنا خريجين اثار وجايين موافقات رسميه وكتب رسميه من مجلس محافظه بابل ومن قياده شرطه بابل على مود نسوي المظاهرات قرب بوابه عشتار، واحنا مو مظاهرات اصلا، مطالبنا ومطالب بسيطه، احنا خريجين اثار وجايين اليوم على مود نطالب حقوقنا اللي هي تعييننا كخريجين اثار. ليش نظل الكليات تخرج وتشمر بالشوارع؟ يعني خريج اثار ظال مشمور وتجي للاثار جوا مهموله، مع العلم ان الدول العظمى هي قائمه اقتصادها على الاثار، هي ليش احنا هنا مهمولين؟ ليش؟ احنا اليوم اجينا ردنا نطالب حقوقنا قرب بوابه عشتار، ما حد خلانا ندخل، حقوقنا بسيطه، وهذا مع الاسف يعني هو اللي يمنعك خريج اثار واختصاص اثار، فهذا احتمال خايف واحتمال ما يريد القنوات تنقل الوضع اللي تعبان جوا، يعني الاثار مهموله.
ما حد بحاله تباوعت السياحه والاثار هسه كل جمعه الباصات تنقل كلها بس سواح وما حد بحاله الطب لي جوا ما يلقى حد يهتم به ما حد يدليه ما حد يعلمه بالاثار وشي وهذا يا اخي احنا رسالتنا جايين نريد ننقل رساله بانه احنا اهتموا بقطع الاثار دول عظمى مهتمه بالاثار وما اشياء بها ما مهتمه حتى بالنفط ما تعتمد على النفط على السياحه والاثار ليش احنا الاثار هنا ما حد بحالها ليش مهموله العراق اصلا ما مهتم بس بالبوق لا اكثر ولا اقل وتشوف اصلا الناس مو اختصاص بمكاناتها ليش يعني المختصاص حطه بهذا المكان ليش يجي السائح يفتر ما يلقى ناس تدليه وتعلمه ليش هالي الاثار مشموره برا واجيب ابو النسيج وابو التصنيع وغير وزارات اجيبهم وانقلهم للاثار اخليهم بالاثار وابو الاثار ما حد بحاله وما حد مهتم به احنا نحب نوصل هذا صوتنا بعد عندنا مطلب احنا يا ريت تنتبه عليه الدوله يعني مثل القصر الرئيس صدام حسين مهمول وما حد بحاله ومتروك ونفايات وكلاب سائبه اجلكم الله به احنا نطالب بان يوفرونا مكان له بحيث نرتبه ويصير متحف للقى الاثريه ويعينونا به حتى لو يعني مو راتب الدوله بان اللي قاعد تجي السواحة كل جمعه مسافرات مدرسيه غيرها تشوف انت ملايين قاعد تدخل ليش احنا عايفين هيك شيء خلينا به احنا ننظمه وهذا اقتصاد ثاني للبلد رغم ان طلاب كليه الاثار جامعه بابل مهمشين من كل النواحي مال الدوله نطالب الحكومه اولا وزاره الداخليه أنا من أجيب متعينين من وزارة الداخلية أخليهم بالآثار هو خريج ما عنده أي معلومة عن الآثار الموجودة داخل بابل يعني هسه عندك أقرب شيء قصر الجنوبي قصر الجنوبي تجي طلاب مدارس يطبون يشلعون بالحجار ويشمرون الويا ما يعرف شنو معنى هاي المالت الأثر وشنو هاي الداخلية إن باباق يعني الوزارات الوقف الشيعي والسني الوقف الشيعي العفو يعني عندك المزارات العتبات كلها مهمشين هاي الشريحة مالتنا هينو يعني عندك مرد الشمس ما بي يعني هو تابع للآثار ما بي من ضمن الاختصاص الآثار يعني احنا نطالب الحكومة يعني نطالب الوزير الجديد عبد الأمير يعني مخاطبة الوزارات الباقية يابا هاي الشريحة مهموشة مهملة من قبل انتوا طالبوهم تطالبوهم يعني وصلوا لهم صوت الطلاب الآثاريين يعني شنو ذنبه خريجين احنا من 15 وهسه 19 كل شو ماكو والآثار هسه تطب لها للدائرة هسه هاي المديرية مال باب اللي تطب لها تلقى اثنين بس اثنين موظفين شو يريد يسوي اثنين اختصاص آثار يعني من يجي سياح هسه وانت قدام حضرتك شفت السيارات ايش قد طبن سيارة يعني يطلعون على هذن يمكن بال 15 شاحنة 16 شاحنة طبت دول الاثنين يلحقون يقيدون دول كلهم تجوه يفرونهم بالآثار داخل الآثار يعني لا مهمشة ولا كان موجودين نخاطب المحافظة المحافظة تدسنا لي جاي هستوها بعينكم شفتوا اليوم سووا بينا واحد يشمرنا بنفتر منك يقول لنا منا نجي منا ما يخليك الطب لي جوا واحنا اهل الشين يعني احنا اهل الاختصاص يعني هو باختصاصنا جاي ما يخلينا نشتغل يعني كيف هسه هم الداخلين جوا ما عنده اي خبرة عن الآثار ما عنده اي يعني هسه طب بفتر هاي اقرب دليل قدامك شوف أقرب دليل يعرف هو شنو المسرح البابلي المنعايد اليا عصور التاريخ من بناه من أسسه كل شو ما عندهم يعني ما عندهم أي معلومة عنه بس هاي طب هاي حالهم حال جماعة مو حكومة بالنسبة لقانون النقابة الآثاريين اشتغلنا قانون كملناه من اشتغله برئاسة عميد كلية القانون جامعة الواسط دكاترة من جامعة الكوفة وأساتذة مختصين بالآثار محامين جهز القانون مشينا قدمناه طلب بالهيئة مال الآثار أستاذ قيس حسين رشيد قلنا له أستاذ هذا طلب نريد ننشئ نقابة وريد موافقة الوزير عليها الوزير كان في رياض راوندوز مهمش عليه لا مانع لدينا من إنشاء نقابة ضمن مؤسسات المجتمع المدني وهذا كفله الدستور قلنا له يعني شنو التفسير هذا الكلام شنو يعني يقول جمعوا بياناتكم سووا نقابة وإحنا نجي نفتتح النقابة مالتكم ناكل الشكلية ونمشي قلنا له زين إحنا تونا متخرجين والآثار ما لها نقابة أسوة بقية الاختصاصات كمعلمين مهندسين أطباء صيادلة كل اختصاص له نقابة
قال انا ما بيدي شيء مو يم هاي عظم المنظمات المجتمع اذا يشوفوا لكم واحد يتكفل هالقضيه اجروا لكم مكان واشتغلوا. رحنا الست ميسون دملوجي قدمنا لها الطلب نفسيته على اساس يقر البرلمان قبل نهايه الدوره وانتهت الدوره وراح القانون وانتهى وراح معاناتنا لا تعيينات ولا احد يطالب بتعيينات هاي الطبقه لا من وزاره لا من اعضاء برلمان ولا اي مسؤول ولا احد يعترف بهم لا احد يدخلهم ضمن الوزارات في التعيينات يشملهم مثلا كوزارة الداخليه دفاع تربيه بقيه الاختصاصات ابسط شيء موظف بسيط بالدوائر الدوله يقول لك التاثار انا اجيب اخوي ابو دار اقتصاد استفاد من عنده اجيب ابو القانون استفاد من عنده انتم اثار زين اذا وزارتنا احنا هاملتنا ابسط شيء هي هاي الوزاره هاملتنا وانتم شفتوا اليوم شلون جروبات دخلت للاثار ايش قد تحتاج مرشدين سياحيين ايش قد تحتاج موظفين يهيئون الاثار الى كاعاده صيانه او ترميم او فتشي يعني مثل تروح الاسد باب تشوف التخريب اللي راح يصير به يعني اللي يصعد عليه او فتشي ادخل المباني الاثريه تشلع بها قطع اثريه او علامات او دلالات تلفت اصلا ما حد إلها شخص يديرها أو ينظمها بصورة صحيحة وفضلاً عن ما نهونا ما ندخل البوابة عشتار اللي هو مقر مظاهرتنا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجموعة من خريجي كليات السياحة والآثار نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة والسياحة والآثار والسيد محافظ بابل باستحصال درجات وظيفية في الدوائر كافة. احنا خريجين قسم الآثار مهمشين من قبل الحكومة لذلك نطالبكم بتعييننا في أسرع وقت. احنا درسنا 16 سنة ندرس الآثار صعبة جدا تخرجنا قوة يعني احنا انا الاول على القسم كل شيء ما حصلت لا تعيين حتى منافسة على الماجستير خلونا من ننافس جامعة بابل. جامعة بابل معروفة على مستوى العراق اساتذتها جدا صعبين قوة حصلنا معدلات قوة وصل انا من نوصل اتعب واوصل وادرس اوصل طلعت الاول على القسم على شنو طلعت الاول على القسم لو ضال الاخر على القسم هماتين حالة اي خريج عادي يعني اليوم دور خريج الاثار بالوزارات وبثقافة المجتمع وين هذا قصر صدام احنا نطالب بتحويله الى متحف يعني خريجي قسم الاثار بمحافظة بابل تعيينهم جدا سهل يتحول قصر صدام الى متحف وطني ويتم تعييننا فيه يعني شنو مصيبه احنا بهاي الموازنه مال 2019 خصصوا 60 مليار ضمن مشروع بابل عاصمه العراق الحضاريه ايش راح يسوون بها هاي 60 مليون هذا قصر ايش قدش كبره يعني بدال هالخرابه هاي البي ارتبه واخليه متحف للقى الاثريه وعين هالطلاب هاي البي دول شنو ذنبهم من يطالب بحقوقهم ليش وقت يبقون ساكتين الحكومه يعني ليش وقت تبقون ساكتين بس اردفتهم هاي الخريجين يوميا ما زين انتوا هيك ما مهتمين قسم الاثار سدوا القسم سد الكليات هماتين ليش هاي الشباب يوميا تقبلون مئات الطلاب على شنو تقبلوها نطالبكم احنا اليوم طلعنا وقفه احتجاجيه باكر نطلع مظاهره وراها يصير اعتصام بالشارع وامام وزاره الثقافه والسياحه والاثار وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني احنا مترجين به خير لأنه هو آثاري ويعرف معاناة الآثاريين فنطالبه باستحصال درجات وظيفية لجميع خريجي كليات السياحة والآثار. طبعا ما احكي نفس الحكي اللي حشوه الجماعة ان شاء الله بس اناشد مجموعة اللي هم اعضاء برلمان اللي يمثلون بابل اللي قبل الانتخابات كانوا يتجمعون بالعالم يحكون على آثار بابل وبالأخص خريجين جامعة بابل قسم الآثار بكونهم مهمشين الآن أنتوا صرتوا بالمجلس النواب وين وعودكم اللي وعدتونا بأن بابل آثار بابل حضارة بابل واجهة العراق الآن وين الخريجين وين ليش تهمشنا احنا يعني مجرد أنتم فزتوا مثل ما نقول حطيتوا المالات بالجيب نسيتوا المواطنين نسيتوا الخريجين يعني الوعود اللي اعطونا اياها وانهم اذا تحب اذكر لك بالاسماء اللي كانوا من يلتقون بالعالم ها يحكوننا باثار بابل ومعانات اثار بابل وبالاخص خريجين الاثار بين انتم شريحه مظلومه ما حد ذاكركم احنا لازم نصعد للبرلمان حتى نوفر لكم فرص تعيين الان وينهم تروح للمكاتب ما يستقبلوك يا اما يطلع لك السكرتير والله ما موجودين يا أما أصمة التقبيم والبعض اللي أنا أعرفهم اللي كان عندنا أرقام نتواصل من قبل الانتخابات مجرد ما فازوا غلقوا الأرقام زين الوعود وينها
هسه احنا حقوقنا كان بالله حقوقنا كانت قبل نصعدكم حتى توفرون حقوقنا صح لو لا؟ هسه احنا صعدناكم وفزتوا، الان مطالبنا وين؟ اذا انتم سديتوا مكاتبكم وغلقتوا ارقامكم شلون نوصلكم شلون توصلون صوتنا؟ شله حراميه مبينه، اذا مو شله حراميه فيتوزع الاحزاب. وبالفعل اكو عضو برلمان بالعراق جاب 30 درجه وظيفيه للخريجين الطاها العرف القرايبه، وبالاخص المرانه احكي لك اياها، بالاخص المرانه راحت 30 درجه وظيفيه. زين ليش؟ والله ليش؟ لان هذاك منتمي الحزب، احنا مواطنين ما ننتمي الاحزاب. انا واحد من الناس ما احب انتمي لاي حزب، يعني هذا ما انتمي لاي حزب ماكو تعيين. زين الدراسه اللي درستها الاعدوار راحت، انا 16 سنه ادرس بردها وحارها وتعبها ومرضها، بالتالي اطلعاني خريج اثار يوقف هنا خارج الاثار ما يسمح لي اطب الاثار، واللي يجيني السائح ما يعرف ايش الاثار، مجرد يجي اليوم جمعه يتونس جاي هو ما يعرف شنو الاثار، يطب ما يعرف شنو الاثار، والموجود بالاثار ما يعرف ايش الاثار، والدليل يصعد لك على اسد بابل اللي ما يعرف شنو اسد بابل. بعض الروايات دبن يقول لك هي كانت تمثل ذاك الزمن قوه بابل، يصعد لك عليها ما حد يمنعه، تمنع ابو اللي واقف على الحمايه تقول له يابا منعه، يقول لك يلا هو صعد على اسد. تعرف شنو قيمته؟ المتاهات يطفر عليها من مكان لمكان ما يعرف شنو قيمتها. شارع الموكب اللي يسمى شرب بطل المي شمره بيه يابا تعال نفايات، يلا عادي ليش؟ انت مكان مي شمر بالاقل شيء حاويات مال النفايات ما مفرين بيها ليش؟ باسمي وباسم كليات السياحة والآثار في محافظات كافة نطالب الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية للاختصاص الآثار، لأن كيف تكون بابل عاصمة عاصمة العراق الحضارية وهم غير منصفين من يدافع عنها وينتمي لها؟ من لا يعرف بابل وأسوارها وجنائنها المعلقة التي عدت من عجائب الدنيا سبع، حيث كتب على أسوارها بورشبو أي لن يعبر العدو، تلك الحضارة العريقة التي علمت الإنسانية، أول من سن القوانين، أول من اخترع الكتابة، أول من أول إصلاحات في التاريخ. اليوم نطالب الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية في ضمن اختصاصنا ضمن اختصاصنا، لأننا نعتبر شريحة المثقفة وننتمي إلى وزارة الثقافة، ووزارة الثقافة تمثلنا، نمثل احنا من هنا بدأت الثقافة، نمثل احنا نمثل وزارة الثقافة، كيف نحن نمثل وزارة الثقافة ومهمشين من قبل وزارات من قبل باقي الوزارات؟ أنا طبعا من ضمن الأوائل الخامس على القسم واشتغل عمالة مع شديد الأسف، حاصل على عدة شهادات من أساليب العرض المتحفي وثقافة الجد بالسياحة، وحاصل على شهادة التقنيات الحديثة في علم الآثار، وحاصل على شهادة منها هو عدة شهادات، يعني ما لا مجال ذكرها مع الأسف. معرضة بابل للإهمال ومن قبل بسبب يعني غير اختصاص موفيهم باختصاصنا، مثلا النسيج، تحويل النسيج الى الاثار، تحويل التصنيع يعتبر طبعا فساد، التصنيع العسكري كذلك، الميكانيكي كذلك، يعني الاختصاصات اللي الرجل المناسب بالمكان الغير مناسب، يعني الموظفين اللي بداخل اثار بابل، بحيث السياح اللي يجون ما يعرفون شنو معنى بابل ومعنى اللي تاريخها وحضارتها. نناشد الجهات المعنيه يعني رفع الظلمة عنا بالمؤسسات الدولة، حتى في الجيش والشرطة غير مقبولين، حتى في الجهات يعني الشركات الأهلية غير مشمولين باختصاصنا.